إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم لا محالة إليه راجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن انتشر مرض من أمراض القلوب فتعكر صفاؤها وذهبت سلامتها، إنه مرض الحسد والبغضاء الذي يحرق دين الإنسان كما يحرق الموسى الشعر. روى الترمذي في جامعه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. يقول ابن القيم رحمه الله: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. فالحسد صفة مذمومة لا تتخلق بها إلا النفوس المريضة، وهو صفة وضيعة حقيرة لا تكون إلا في نفس العاجز. فالعاجز عن ترك الخير يتمنى زواله عن غيره، فالبخيل يحسد المنفق، والعاصي يحسد المطيع، والكافر يحسد المسلم. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالحسود عدو النعمة يتمنى زوالها من غيرها، وسبب حسده هو حب الدنيا. والحسد ملازم للبشر ما تحرك فيهم طرف. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الحسد مركوز في دماء البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. لكن أهل الخير يصرفون أنفسهم عن الحسد بخلاف غيرهم. وللحسد أسباب كثيرة أهمها: أولا البغض. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيكون للرجل فضيلة تذكر أو منقبة تشكر، فتطول نفس الحاسد بغضا كما بغض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر والعجب. يرى الحاسد غنيا منفقا فيقول حاسدا: إن ماله مغشوش. ويرى عالما مدرسا فيقول: إن علمه مغشوش. فالحسد هنا يختص بمن علا مع عجز الحاسد عن إدراكه، وكان حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيما. ثالثا حب الرئاسة والجاه، بأن يريد الحاسد أن يكون وحيدا في مجال من المجالات، فإن رأى من جراه ساءه ذلك، فحسده وبغضه وأحب حركته وزوال نعمته التي يشاركه فيها، وذلك بحب الرئاسة والجاه والانفراد بالجاه، سواء في الأموال أو التجارات أو العقارات أو الشهادات. ومن فعل ذلك فقد شابه أبا جهل حين قال واصفا قبيلته وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، أطعم فأطعمنا
وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى كنا كقاصيرهن. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال ذلك حسد وبغضا. رابعا خبث النفس وشحها. قال بعض العلماء البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره. فالحاسد يبخل بنعمة الله على عباده. وللحسد أضرار على الحاسد والمحسود والمجتمع. ويكفي الحاسد ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فالحسد والإيمان لا يجتمعان في قلب رجل المؤمن. والحسد يقتل الحاسد غما وهما ونكدا قبل أن يصل إلى المحسود فيصيبه بالعين. قال معاوية رضي الله عنها ليس من خصال الشر أعدل من الحسد. يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. والحاسد عدو نعمة الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعاد نعم الله. قيل له ومن يعاد نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد يمزق المجتمع ويفرقه ويزرع فيه الشحناء والضغينة والتنافر والتظاهر وربما يصل إلى القتل. ومن أضرار الحسد أنه يمنع صاحبه من قبول الحق والإذعان له. فقد كان اليهود يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، لكن حينما جاء من غيرهم أي من العرب كفروا به بغيا وحسدا. عباد الله واسمعوا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله لعلاج الحسد أمور ذكر بعضها ابن القيم رحمه الله ومن أهمها التعوذ بالله من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثانيا التوكل على الله تعالى فمن توكل على الله فهو حسبه. ثالثا الرضا بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. رابعا التوبة إلى الله تعالى من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا. خامسا الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. سادسا إطفاء نار الحاسد والباغ والمهن بالإحسان إليها وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله تعالى. سابعا إفشاء السلام بين الناس من تعرف ومن لا تعرف. فعن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم. وأخيرا إذا ابتليت بنظرة حاسد فعليك بالعلاج بالرقية الشرعية وإياك واللجوء إلى الكهنة والعرافين والدجالين. واعلموا رحمة الله وإياكم أن الحسد قسمان حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها
وهو حرام بالإجماع كما سبق ذكر ذلك. وأما المجازي فهو الخطأ، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة من طاعة فهي مستحبة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على حركته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد: لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين. واعلموا رحمة الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدل فيه بنفسه، وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا، وصلاحا في أزواجنا، وصلاحا في أولادنا، وصلاحا في علمائنا، وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المحمولين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنبتنا، واقل عثرتنا يا ذا الجلال والاكرام. عباد الرحمن، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.